يا الله يا عامر ويا ابوك خليك مع امك اول باول وبلغني ايش يصير. ابشري بابشري الله يعطيك العافيه. يلا 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 سكر سكر سكر. عطها اكسجين يا ذيبان، عطها اي شيء بسرعه فوقها. وش اكسجين؟ ما اكسجين، ما فيني شيء، ما فيني الا العافيه. اما عاد اجل وش وضع الفيلم اللي قبل شوي؟ مقهوره مقهوره من ابوك بعد 30 سنه يتزوج علي؟ اثرك ما انت بهينه يمه. عاد حداس يا شيخه. طيب يمه ترى ابوي ما سوى شيء غلط. ما شاء الله واقف في صف الشايب العايب. ها لا حول، والله اني واقف معك يا يمه. دامك واقف معي ابيك تروح وتشوف لي وش وضعه مع هالنسره اللي تزوج. ابد ابشري بعزه يا يمه، ما طلبت شيء. الحين اروح اشوف كل شيء. اهم شيء انت لا تعلم احد، تفهم ولا ما تفهم؟ هذه اسرار عائليه. يلا روح لفوق اطلع. أتحداك يا القصر البطل، هذا نظامك يبا؟ عايش هنا وسحب علينا؟ أتحداك يا فلبينو، سقي 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 كويس ها عشان راتب تحللين أمه. ها شو عندك يا أخوي هنا أنت؟ أبوي جاحد أمي. وشو؟ أقول لك أبوي عند أمك هناك. يا أخي إيش قاعد تقول أنت؟ أبوي فك يدك، أمي مرسلتني قايلت لي راح عند أبوك اللي هو عند أمك. أخي حسيت أم مخي أنت. امشي امشي امشي. طيب لا تنفع. امشي يا أخي امشي. طيارة طيارة طيارة، يلا يا بيبي. هم هم هم. يا حلوة ها. خذي خذي. لا. يلا 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 يلا. هم 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 هم. السلام عليكم. أقول سلام. وعليكم السلام. المخلوق العجيب هذا تبعكم؟ عامر وش عامل فيها؟ أنا أمي طردتني علشان كنت أدافع عنك، حتى مفاتيح الونيت أخذتها مني وما أعطتني ملابس ولا شيء. عجيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تصيح على الولد حرام، ما تشوفه يبكي. اتركي هذا سمرمدي ما يفيد فيه. لا انا ابي يعيش عندنا في بيتنا. لا 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 معليش معليش انا بالحنان، هذا ما يسكن عندنا، هذا كذا اوفر. لا شايفه شكله ذا احمد، هذا حسبه اخوك. امه هذا اخوي. لا لا بس عشانك نمشيها يا من زينك. عفوا. لا اقول ما شاء الله شنبكم حدد وين. اسمع يما عامر، انت بتجلس عندي في البيت ولا تبكي، دموعك هذه غاليه علي. لك غرفه عندي فوق تحفه، امش تشوفها. كفو بعد اذنك. ها هلا بولادي الجديد. هلا والله بام الجديده. هاتحداك يا ورع. بعد غرفه جديده هذه. والله هالبلشه وش جابت لنا بهالمكان؟ هذه غرفتك يا عامر. أتحداس هذه كلها لي. ليه ما عجبتك؟ إلا حلوة بطلة. اسمع ترى في حمام تقدر تاخذ شاور. أتحداس من زمان ما تروشت يا عمه. وشو؟ طب في ليفة؟ اي ترى في صابون في شامبو. يجي الحين أحلى حمام عاد كل الزيوت. على والله أتحداك يا غرفة البطلة. على والله بالبانيو أنا جازي ده سريع. حالا أتحداك النوم البطلة، زمان ما نفس نومه زي كذا.
وش ذي العالم صمت؟ يا ولد يما 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 في رجال غريب يما. وش دخل عليه بغرفتي رجال غريب؟ ها خير 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 ان شاء الله. وش فيكم؟ هذا هو يما الرجال الغريب. انت شو مسوي يا دليل الحياه؟ سويت ما سويت شيء، بس شغلت ام خروشه. خير خير، انت شغلتني يا اخوي، هذه اختي. ام عاد اختك؟ اي والله اختي. معليش والله ما دريت. اقول يا عامر، هذه بنتي ناديه وحسبه اختك، والمفروض ما تفتح باب الغرفه لين تطقه. خلاص طيب عرفت، بعد اذنكم بروح الحمام. تعال، انا قايل لكم انه سمرمدي، ما يصلح يقعد بهالبيت ولا دقيقه واحده. والله ما دريت، كنت ادور شاحن ودخلت الغرفة حسب إن فيها شاحن. بعدين أنا وش سويت؟ أنا يتيم، أنا مشرد، حرام عليكم يا جماعة. خلاص يا عمي، ما كان يقصد حرام. لا أقول أنا رايح بس على إذنكم. أقول يا أحمد. نعم. أخذ عامر معك؟ لازم. إيه تعال ابو وديك مكان ما قد شفته اتوقع في حياتك ابد. تفضل. اتحداس يا لأم البطله. انا والله بالعيال اتحداك يا شيخ. وين محلقين شعوركم؟ انت شكلك في الصناعيه محلق، مزودين لك بس زيت الفرامل شوي ناشف. ما تمزحون ولا كذا على الاغلب. يا صديق تعال. وش صديق؟ انت جالس في مقهى انت؟ خلاص يا اخوي نطل. Excuse me, give me one American coffee with milk. Huh? Okay. وانت شو تشرب؟ كابتشينو ميدل شوغر. وانت؟ هوت شوكليت. اوكي، وعامر ايش تبي؟ ابوك يا الواكا، يعني الواحد لازم يعرف انجليزي عشان يطلب؟ خلاص يا حبيبي، انت اطلب وانا بترجم لك، ايش تبي بس؟ انت ايش طلبت؟ American coffee with milk، تبي زيي؟ انا ابي شاي حليب بريطاني. شو الطلب هذا؟ شاي حليب؟ وين جالس يا عامر يا اخي؟ جالس بوفيه انت؟ يعني ما عندهم شاهي؟ أجل حليب سادة. حليب سادة. هلا والله بالعيال. يا محمد بالله اثنين بيض كذا، حط شطة مايونيز وظبط اللعب، وديني واحد طبقات صغير. أقول يا عيال عامر ما له حس، جواله مغلق. أيوه أبوي، لا دي مرافق معه في المستشفى، ما في شبكة. أنا سمعت إنه سافر برا السعودية لعالج أمه. أمه عاد وين راح؟ راح في جدة. دربد اتحداك يا الغد البطل، اركد في ديتك يا امريكا. انت اللي طابخ هذا الغداء كله؟ اتحداك، اصلا الاشكال دي ما تطبخ، الشغالات اللي تطبخ لها. يلا نغسل. وش اللي غسل؟ مغسل امس. شو؟ مغسل امس، بعدين انتم نظامكم تغسلون كل يوم؟ اي كل يوم نغسل. اي فلوسكم كثيره. اجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة، انتظر عمو وماما الحين بيجون. لا يا شيخ، عمو مين؟ عمو ذا؟ أبوك. أبوي أنا؟ مو مصلحتكم إنه يجي، والله لو جاء أبوي أن ينسف أم الصحون كلها. جحد أبوه ذا. أجحده؟ إيه ليش ما أجحده؟ تصدق مرة من المرات قال لأمي روح جيبي بصل، ومرة قال لها روح جيبي شطة، رجعت أمي لقيت الصحن كله منسوف. راح جيب بصل يلا. كل خلك زاحمة. يلا راح جيبي شطة. دقيقة، أنت لازم أغفلس. شوي يا أبوي.
تفضلي سمك، تحبين السمك انت يا مسكين. لا لا رز ابيض، رز ابيض انا ما احتاج خلنا احط له دقيقه سلطه مطحون. يلا تعالي بدل الخبز هنا، وين راح ذيك؟ ايش لا تكون حامل. ايش فيها ناديه؟ ما ادري يمكن تتوحم، اقصد يعني الاكل ما اشتهيته. تفضلي تفضلي يا عمه، تفضلي تفضلي على فضلة خيرك. تفضل يبا، تفضل تفضل يبا، تفضل. فالامه هنا ورق عنب وسلطات وسمك. الحمد لله. تفضل يبا، تفضل ازلط. يلا الله يديم علينا نعمه. امين. سموا سموا. بعد ما افتتحوا العروبه راحت على خريص الزحمات. بعد ما افتتحوا العروبة. هاي 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 سلامات سلامات. وش عندك طالع بدون برقع أو نقاب؟ ما عندنا حريم يطلعون كذا. خير إن شاء الله. شفيك تصرخ؟ بعدين من تكون أصلا عشان تحاسبني؟ خير 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 إن شاء الله. شفيك قاعد تصرخ؟ أنا والله بالشنب. آه يا ويلس جالي ربيس الحين. شفختك تبي تطلع للشارع بدون برقع أو نقاب. خلاص خلاص نادي روحي انت خلاص. ايش فيك انت؟ خير يا ابوي. ايش فيك انت؟ انت ليش فيك قاعد صارخ على امور تافهه؟ يعني ايش فيها يعني؟ اي تافهه يا ابو؟ اقول لك اختك طلعت للشارع بدون ما تغطى تقول تافهه. يا اخي انت خاف على اختي اكثر مني. ايش فيك انت؟ اركض في ديتك يا الشنب. ما عليه ما عليه. المهم هاي لا تناظر لا تناظر. من اللي ناظر؟ من السواق حقكم قاعد يقزقز اختك؟ شوفها ها يقزقز. ايش يقزقز يا اخي؟ تعال تعال انا بوديك مكان كذا يروق ويحب قلبك. تعال تعال ولا يقزقز يقول تعال. مش بس تعال. Yeah, I like this right here. Makes me feel free. It's got that you know that ليه ليه؟ ابى اسال سؤال. اسال الحين. تفهم وش يقولون؟ اكيد افهم. من جد؟ اي من جد. ايش رايك؟ ريحت وجهك. ثانك يو. تدري عاد اخر مره اكلت ستيك يمكن يوم كنت في كندا اتوقع. عاد الستيك اللي هناك ترى على اصوله مو تسليك زي اللي هنا. يا رجال ذا ستيك متسعود. وين عامر؟ انا مشتكي مشتكي الله لا يعوقب شر، وبكلم وزاره التجاره. ويا انا يا انتم خير. شوفي شوفي هاللحمه هذه ب 218 ريال واخرتها ما استوت. اضغطها يطلع دم. ها شف ها ها. تحتري أشلك؟ ما أسرتنا أنا تفهم؟ لا تنفق لا تنفق. ترى هذا قصر عمتي. تفهم ولا ما تفهم؟ ألعب شيل شيل أكفة شليل الملحجة إذا عطيتهم وجه. والله دي تسجل. ليه تتسجل؟ أنا لاعب الشريا والشي ده حتى الديمن وما هو بنت الشريا. غبي أنت غبي ما تعرف تلعب. الغبي. قم يا ورع قم قم. لا حد يناظر. هذه عمتي وبنتها نادية اللي في حسبة أختي. لا حد يناظر. تفهم ولا ما تفهم؟ أنا عادي أناظر بس أنا. يما شوف الإشكال هذه الغريبة إيش جايبة بيتنا. وعامر ابو عامر ابو عامر. أه. شوف من ذول اللي عندنا في البيت. وش يا جرابيري؟ ايه هذا الاسم لك ربع عامر. يا ريت يا ريتا. وين ستي؟
ضبطت لك. اي ضبطتها انت، خربتها انت، شايفها انت. احمد ربك بس ها، تبي ترقص تعال، ما تبي انقلع. لو سمحت، لو سمحت يا عامر، سيارتي لا تجيها ولا تلمسها. اصلا شو سمحت لنفسك انت تدخل غرفتي وتاخذ المفتاح بدون ما ادري؟ والله اسف، حسبتك انك تبي تستانس وقلت اسوي لك اياها مفاجاه. وش استانس؟ استانس وانت كاب تراب على سيارتي وحاط لزقات اقلب وجهك وممنوع اللمس وقاعد تترقص لي مع الخدمات، شلون استانس؟ خلاص خلاص، ابى اعزمك اليوم عندنا في الاستراحه نتغدى سوا واعرفك على العيال. وش قلت؟ قلت تم. تم. اتحداك يا كبير، خلنا ندق على العيال. تفضل يا عم شيخ حبيبي، تفضل تفضل، نحبك، تفضل تفضل تفضل. يا ايها الذي اتى الى استراحتنا حياكم، حنذبح لكم دجاج واي خدمه. كف عن يدك، كف عن يدك عم النظر، انت هو اقول لك، كف عن يدك ياهو. وش فيك انت ها؟ ما في شيء والله. وراك رافع صوتك؟ اجلس اجلس. هلا والله، هلا ابو حميد. هلا بك هلا بك هلا بك يا ابوي. شو تتحمس انت؟ هذا عشان الشيخ حقك. اي شيخ؟ هذا هو، هذا هذا زلابه زيك زيه. يا النشبه دايبيك، النشبه دايبيك، النشبه دايبيك. يا شيخ تكفى تكفى، تهز رجاجيل داخل على الله فضل عليك يا لحيه الغانمه. انا رحت مع اصحابي الملعب، اخواني ماتوا، انا يتيم، تكفى ساعدني، الله يسعدك ويخليك ساعدني يا لحيه الغانمه. شنبك شنبك. طيب طيب يا اخوان، ايش فيكم انتم؟ ترى انا زي زيكم يعني، ايش دعوه؟ امه تاكل تشرب زينا؟ اي والله اكل واشرب زيكم. انت وينك؟ ما عاد دقيت ولا علمتني عن ابوك. طب شوي شوي لا تصارخين، ترى كل اللي اسوي ذا علشانك. ابوك وينه؟ وش يسوي؟ ابوي يا حسرتي بس على ابوي يا امه، يا حسرتي. ابوي طلع مسحور. ايه مسحور، لان زوجته شينة وبنتهم شينة وولدهم شيفة. انا احلى منه. لا، وبيتهم بعد شين وطبخهم شين. بس انا ابجلس هنا علشان افك السحر وارجع بدون اضرار. وي وي، يا حسرتي عليك يا ابو عامر. حسبي الله ونعم الوكيل عليها. تكفى يا عامر، تكفى، رجع لي ابوك، تكفى. ابشري يا امه، ما طلبتي شيء، ارجع بكراتينا. مع ان صعبه العمليه بس ارجع يا امه. مع السلامه يا امه، مع السلامه. العب يا اخي. خلصنا هي، ما تعرف تلعب انت؟ تعرف تلعب انت؟ خير خير، سلامات، ايش فيك؟ معليش، اسفين يا احمد. لا اسفين اسفين. لا عادي عادي، خلاص خلاص، انا بلعب مكانه. كم 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 هناك، يلا وزع ولا وزع. تدري يا ابو عامر، من بعد ما توفى المرحوم، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، ما عمري حسيت بالامان ولا الحنان الا معك. والله لا عامر ولا ام عامر، كلهم ما حسيت معهم سعاده. انا ما حسيت بالسعاده والراحه النفسيه إلا ما أسنت يا أم أحمد، الله خلص، وأنا اللي بحاسم بالراحة والسعادة اللي معك. وي 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 وي، من السعادة كبت الشاي. ودي أكل العنب واللي شايت العنب. يا لبيه. وديني يا محلا دقة الشامه من بين يديك. اوف، بس سبيت عمتي انا والريس. اتحداس السباحة نعيم انا بسة. وي تسمع؟ ايش الصوت ذا؟ ما ادري والله. امسكي امسكي امسكي. حسبي الله عليك انت وولدك هذا. اقول تعوذي من الشيطان يا مره.
متعوذة منه قبل لا أشوف رقعة وجهك أنت وولدك. من بكرة تجيبوا رقعة طلاق، وإذا ما جبتها أنا بروح أطلقك وأخلعك بالمحكمة. يلا 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 اكذب الباب أنت أبوك، لا عاد أشوفكم هنا. يلا إيه لا تقعد تهايط، ها ترى كلها بسة. وشو؟ بسة 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 في عينك. بسة تسواك وتسوى طوالفك كلهم. يلا 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 يما ما عليك منهم يا أبوه. يلا يلا لا عاد أشوفكم هنا. يلا بنطلع، لا تقعد تهايط أنت وياه. من زين بيتكم معفن. زين طلعنا منهم بشطة. الحمد لله رب العالمين. كايلس أفكك أم السحر وأجيبها هنا على وجهها. الله لا يخليني منكم. آمين. أقول يا أبو عامر وين البصل؟ إيه ورا وين البصل صح؟ بسم الله عليك يا أبو عامر، هذا هو قدامك؟ جبينا الشطة، جبينا الشطة. أبشر. وهذه شطة.